سلام، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج الفلسفة بلا فلسفة. اليوم غادي نتكلموا على لايبنيتس. لايبنيتس هو واحد الراجل اللي غامض، فهو دار بزاف ديال الحوايج في دقة واحدة. اخترع الآلة الحاسبة، كان دبلوماسي وحاول يقنع الملك الفرنسي لويس الرابع عشر أنه يقوم بإرسال بهتة لمصر، كان كذلك فيلسوف اللي ألف كتاب ضد الإلحاد. شكون هو لايبنيتس بالضبط؟ لايبنيتس هو رجل اللي كان عنده معرفة موسوعية، فهو كان عالم في كل هذه المجالات: الفلسفة، الرياضيات، العلوم الطبيعية، القانون، اللغويات، اللاهوت، السياسة والتاريخ. فهو في الحقيقة من آخر العلماء المكتملين اللي يجمع بين مختلف العلوم وتفوق فيها كلها. فهو كيتعتبر آخر نابغة أو جيني يونيفرسال، حيث ما غاديش نلقاو من بعد منه في التاريخ هذا النوع ديال الفلاسفة اللي ملمين بمختلف العلوم في دقة واحدة. غوتفريد فيلهلم لايبنيتس تزاد في يوليوز 1646 في ولاية ساكسونيا بمدينة لايبشيك بألمانيا. الأب ديال الفيلسوف فريدريش لايبنيتس كان أستاذ ديال الفلسفة الأخلاقية في جامعة لايبشيك. الأم ديالو كاترينا شموك، زوجة ثالثة ديال فريدريش، هي بنت أستاذ القانون فيلهلم شموك. فريدريش الأب توفى نهار 15 سبتمبر 1652. لايبنيتس كانت يلا عنده 6 سنين. الأم ديالو غادي تسهر على التعليم ديالو، ولكن لايبنيتس سلم أكثر بنفسه كعصامي من الكتب اللي كانوا كاينين في المكتبة الكبيرة اللي ورثها من باه واللي كانت غنية بالكتب المهمة. غوتفريد لايبنيتس كان طفل نابغة. في سن 7 سنين كان كيقرا اللاتينية بطلاقة. في 12 عام كان حافظ عن ظهر قلب أعمال أرسطو كلها. وفي سن 14 سنة فقط دخل لايبنيتس الجامعة اللي قرا فيها الرياضيات والعبرية. في 16 سنة قدم الأطروحة ديالو في الفلسفة، وربع سنين من بعد كيحصل على الدكتوراه في القانون. لايبنيتس اهتم إذن بكل المجالات، خاصة الرياضيات والفلسفة. غادي يكتشف المؤلفات ديال الفيلسوف ديكارت والفيلسوف الإنجليزي لوك. غادي يتلاقى واحد النهار من سنة 1676 بسبينوزا شخصيا، وغادي يتعجب بالذكاء ديالو، ولكن غادي يتقلق من استنتاجاته اللي ما كانش كتتفق مع العقيدة المسيحية. لايبنيتس كان كذلك عالم في الرياضيات، فهو اخترع الاريتماتيك بينير ولو كالكول انفينيتيزيمال. فكما قلنا العلم ديالو كان هائل، فهو كان عبارة عن معجم حي. وبالنسبة للغات، الفيلسوف كان كيتكلم بطلاقة اللاتينية، الفرنسية، الألمانية، الإنجليزية، الإيطالية، الهولندية، العبرية، الإغريقية القديمة. فهو ترجم مؤلفات أفلاطون، وكان كيهتم كذلك أو كيفهم شوية في الروسية واللغة الصينية. بالنسبة لحياته اليومية، فهو كان كينعس غير شوية، غالباً هو جالس على كرسي، ومن وراء الفياق كيبدأ مباشرة الخدمة على الأعمال ديالو. كان كياكل بزاف، كيشرب غير شوية، وكان كياخد وجبات ديالو غالباً بوحدو في أوقات ماشي ثابتة على حساب الخدمة اللي كتكون عنده. لايبنيتس ما عمره ما غادي يتزوج، حيت حسب ما قال ما عمره ما كان عنده الوقت، وكان دائماً كيتشكى من أنه ما لقاش الزوجة اللي كتليق ليه. منين دار 50 عام فكر جدياً في الزواج، ولكن السيدة اللي طلب يديها الزواج بغات مهلة باش تاخد قرار. وخلال هاد المدة ديالها ديال التفكير، لايبنيتس دار بنقص. حاجة أخرى، ألمانيا كانت دولة قوية، ولكن واخا هادشي فهي كانت كتعاني من جولات الجيش الفرنسي على أراضيها. فرنسا كانت تحت حكم أشهر الملوك ديالها الأقوياء، واللي هو لوي 14 لو روا سولي كيف ما كانوا تيقولوا عليه. وفي عام 1672 صيفطوا لايبنيتس بصيفته دبلوماسي واخا سنه صغير نحو القارة الأوروبية باش يتلاقى الملك لويس الرابع عشر ويحاول يقنعه أنه ما يرسلش الجيوش ديالو لألمانيا. بقى ربع سنين كلها في فرنسا هو كيحاول يؤدي هاد المهمة، بل هو يحاول يقنع الملك بفكرة أخرى، فقال ليه أنه كيتوجب على فرنسا توجد الغزو مصر، لأن الموقع الجغرافي ديالها متميز وغادي يمكن الملك من السيطرة على البحار. لويس الرابع عشر كان مشغول شوية هذيك الساعة، ولكنه احتفظ بنصائح لايبنيتس في الأرشيف ديالو حتى يجي الوقت الملائم. بقى دائما ديك التطلع عند الفرنسيين باش يحتلوا مصر،
احتاجت الثورة الأوروبية وقام بهذه المهمة نابليون اللي عمل على تحقيق أفكار لايبنيتس. نشوفوا دابا واحدة من أفكار هذا الفيلسوف. لايبنيتس كان مؤمن بوجود الله بشكل كامل، وكان كيآمن أن الله هو اللي خلق هذا العالم وكل شيء موجود فيه، وأن الله إله اللي رحيم وحكيم وعادل وكامل. بسبب هذا الإيمان لايبنيتس كان كيشوف أنه من الواجب عليه أنه يتصدى ويوقف في وجه أي واحد كيحاول يقول أن الله ما كاينش. ومن القضايا اللي كانت كتاخد شبهة على الله هي القضية ديال وجود الشر في العالم. شنو غادي يدير إذن لايبنيتس؟ باش يتصدى لهاد الشبهة، الفيلسوف غادي يألف كتاب خاص حول هذا الموضوع واللي سماه تيوديسي، أو Essai de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. في هذا الكتاب لايبنيتس بغى يأكد لكل المشككين والمشابهين أن هذا العالم أحسن وأفضل ما يمكن أنه يتوجد، وأن هذا الشيء ما كيتناقضش مع وجود الشر. علاش؟ فالله ما يمكنش يخلق شيء كامل تمام الكمال، وإلا هذا الشيء غادي يتحول لإله آخر، فالكمال صفة إلهية محضة. وكذلك ما يمكنش يكون هذا المخلوق عامر بالعيوب بزاف، وإلا غادي يكون دليل عجز ونقص القدرة. إذا حسب لايبنيتس، فالله من كيبغي يخلق شي حاجة فلا بد أن هذا الخلق غادي يلامس الكمال بلا ما يوصل ليه، وفي نفس الوقت غادي يكون ناقص قدر الإمكان من العيوب، يعني أن الله كيخلقه على أفضل نسخة ممكنة. فلايبنيتس كيقول أن الله يوجد الخلق على أفضل وجه ممكن، وهذا الشيء كيكون بطبيعة الحال تعبير عن العلم والقدرة والحكمة ديالو. ولكن كاين واحد الاعتراض اللي كيقدموه الخصوم ديال الفيلسوف. إلا كان هذا العالم هو أحسن عالم ممكن كيف ما كيقول لايبنيتس، كيفاش نفسرو هذه الكمية ديال الشر كلها اللي موجودة فيه؟ شنو جواب الفيلسوف؟ لايبنيتس كيعترف بأنه كاين الشر بزاف في هذا العالم، وطبعا هاد الشيء حتى شي واحد ما يمكن ليه ينكره، ولكن هو شرح بان الشر ما كيتناقضش مع النظريه ديالو ديال افضل العوالم، بل هو اعتبر كاع ان الشر اللي كاين في العالم دليل على صحه النظريه ديالو. فهو كيشرح انه ضروري يكون الشر في العالم، والا ما كناش نعرفوا شنو هو الخير. الفيلسوف كيشرح ان الخير كيرتبط منطقيا بالشر. شنو كان يكون المعنى ديال مصطلح العدل؟ وشنو كانت تكون القيمة ديالو؟ على شنو كيدل إلا ما كانش الظلم؟ وكيفاش ندوقوا الجمال كما كانش في مقابل القبح؟ إلى آخره. فالشر في هذا العالم كيشوفوا لايبنيتس بحال إلا هو اللي كيبين الأفضلية ديال هذا العالم. ولكن كان واحد الاعتراض آخر. لنفترض أن المعارضين ديال لايبنيتس قبلوا منه هذا التبرير، فهم غادي يجاوبوه بأن هذا الشيء كله اللي قال ما كيبررش ابدا خلق اله رحيم وعادل وحكيم للشر. طبعا لايبنيتس كيجاوب بان الله ما خلقش الشر مباشره، وانما الشر توجد في هذا العالم كنتيجه طبيعيه وحتميه فعل الضروره الداخليه للطبيعه ديال الحياه وديال العالم. فالشر كيتنشا على النقص الكامل في المخلوقات، فاحنا عارفين بان المخلوقات تخلقت كلها غير كامله، وراه من هذا النقص من كيجي الشر. وكون ما كانش الشر كيصدر من هاد المخلوقات الناقصه، كون راه ولات الهه او شبه الهه. لايبنيتس كيقول كذلك بانه كاين واحد الشر اللي سماه الشر الطبيعي، بحال الالم والظلم اللي كاين في الحياه والكوارث الطبيعيه اللي كتوقع مره مره. لايبنيتس كيعتبر ان هاد الشر ولا بد منه، لانه كيحفظ وجود الانسان في حاله الا كان مريض، فالالم كيكون بحل الانذار ليه باش يتجنب الضرر اكبر في الجسد ديالو، كما انه كيشوف بان هذا الالم غادي يجلب ليه بشكل او باخر الخير لهذا الانسان، طبعا عبر الثواب اللي غادي يلاقيه من الله في الاخره. حتى الظلم اللي كيوقع في هذه الحياه كيشوف فيه لايبنيتس منفعه، حيت كيعرف قيمه العدل، والعقاب اللي كينالوه هذوك اللي ظلموا كيكون من اجل التغيير نحو الافضل في المجتمع وفي الحياه. وطبعا الكوارث الطبيعيه كيشوف فيها كعمليه كتقوم بها الطبيعه باش تبقى متوازنه وتحافظ على وجودها. اذا كاين منفعه في الكوارث اللي كتوقع.
ليبنيز هضر على واحد الشر آخر اللي سماه الشر الأخلاقي، واللي كيتمثل في التصرفات وسلوك الإنسان في الحياة. هو كيقول بأن هذا الشر ماشي من الله، بل هو ناتج على الحرية اللي اعطاها الله للبشر، وهذا الشيء في حد ذاته كيشوفه ليبنيز على أنه خير عظيم، فالله منح الإنسان الحرية وما جعلوش مسلوب الإرادة. فالإنسان كان بإمكانه يكون مسلوب الإرادة ويتبرمج على فعل الخير، وهكذا كانت تكون كاع الأفعال ديالو في هاد الدنيا زوينة، ولكن كان غادي يكون بحال الآلة اللي ما عندها إرادة في أي تصرف كيقوم به. ليبنيز كيقول أن الله جعل الإنسان حر، وطبعا ومنطقيا ما يمكنش الله يزودنا بحرية الإرادة من جهة وفي نفس الوقت يمنعنا عن فعل الشر. فهاد الشر الأخلاقي داير بحال الضريبة اللي كنخلصوها باش نمتلكوا حرية الإرادة اللي وهبها لنا الله. هكذا إذا ندافع ليبنيز على النظرية ديالو اللي كتقول أن هاد العالم هو أفضل عالم يمكن ليه يتوجد، وأنه ما كيتناقضش أبدا مع وجود الشر اللي ردوا طبعا الإنسان ونزه الله عنه. هاد النظرية نقدروا نقولوا عليها أنها تفاؤلية. علاش تفاؤلية؟ بسبب الأحداث اللي كانت واقعة في هذاك الوقت. أوروبا كانت غارقة في الحروب والقتل، وحياة الإنسان كانت صعيبة بزاف. باش يخرج فيلسوف ومفكر ويقول بأن هاد العالم هو أفضل عالم في وسط هاد الظروف، فهاد الشيء كيدل على شجاعة وتفاؤل ليبنيز. هاد النظرية انتقدت بزاف من طرف مفكرين وفلاسفة الكبار بحال هيجل وكذلك فولتير، اللي ألف رواية ديالو المعروفة كونديد خصيصا باش يسخر من النظرية ديال ليبنيز. في الأخير ليبنيز غادي يعرف واحد الفضيحة اللي كتواجهه بإسحاق نيوتن على هاد السؤال اللي تطرح، واللي هو شكون فيهم اللي اخترع لو كالكول انفينيتيزيمال، واتهموه أنه سرق أفكار نيوتن. ولكن معظم مؤرخي الرياضيات متفقين دابا على أن العالمين بجوج كل واحد فيهم طور النظرية الخاصة به. ليبنيز مات على سن 70 سنة، مات في تجاهل كبير من طرف الناس، حتى واحد ما تكلف مراسم الجنازة من غير السكرتير ديالو. البلاط تعلم بالموت ديالو ولكن ما صيفطو حتى شي واحد. الدفن ديالو كان دفن شخص ما عنده قيمة. شكرا بزاف على تتبعكم الحلقة، كانت معكم ليلى البدري، إلى الحلقة المقبلة.